فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر؟ نعم، هل هناك فرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر؟ الكفر الأكبر الإلحاد، يعني لا يعترف بالله عز وجل، أما الشرك فهو يعترف بالله لكن يشرك معه غيره، هذه فرق. كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر شركا، بينهما عموم وخصوص مطلق. نعم.